مش عادي، فقرة تحكي على وقائع وأحداث مش عادية، مبنية على قصص حقيقية. الفقرة هذه ما ننصحوش بها أصحاب القلوب الضعيفة وصغار اللي أعمارهم أقل من 12 سنة. إذا بحذاك صغير قلو يبعد، ولا مش لازم تسمعها توا، خاطر تنجم تلقاها من بعد على يوتيوب. ديوان افهم. ديوان افهم. Was black. Please don't kill me. There was green carpet on the stairs. Lisa, Lisa, are you? Is this just some story to get attention? I was kidnapped. Why does nobody believe me? برشا قصص أفلام مأخوذة من قصص حقيقية وواقعية صارت بنفس التفاصيل والحبكة الدرامية اللي وقعت على أرض الواقع. قضيتنا لليوم واحدة منهم، حكاية أغرب من الخيال، تحكي قصة طفلة تخطفت وتعرضت للتحرش والاغتصاب ونجمت تهرب من المجرم والجلاد متاحة وتقتله. إنعم، نجحت باش تلف حبل المشنقة على رقبته رغم اللي هي بنت 17 سنة. كهو قصة اتعمل عليها فيلم بعنوان Believe Me، صدقني. الأكيد انه احنا اليوم قدام ملف قضية اقل ما يتقال عليه انه مش عادي. ليزا ماكفاي بنية عمرها 17 سنة، تعيش في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية، من عائلة بسيطة وظروفهم المادية خلينا نقولوا متوسطة. ناس عياشة. ليزا كانت تقر على روحها بنية ناشطة تخرج ساعة ساعة تقضي لدارهم، بما إنها وحيدة أمها وبوها، تركب على البسكليت متاحة تخرج تعمل دورة في الحومة وترجع. أما في نهار من نهارات ليزا خرجت بالبسكلة متاحة، أما خرجت وما عودتش رجعت. مأساة ليزا بدأت نهار 3 نوفمبر من عام 1984، وقت اللي كانت راكبة على البسكليت متاحة كيف ما عادتها. مع الماضي ساعتين بالضبط متاع النهار، الشارع كان تقريبا خالي وفارغ. ليزا حست بنفس ولا هو وراها قريب من رقبتها. هي جات باش تتلفت وإذا بيه واحد يلف لها عصابة على عينيها ويسكر لها فمها بالقوي، يكركرها ويحطها في وسط كرهبة ويحط لها فرد بين عينيها المغمضين ويقولها بالحرف الواحد: سكر فمك. كلمة لا ما نحب نسمع كان نفس متاعك طالع هابط، تعمل أي حركة ولا أي صوت نفرغ المسدس الكل على رأسك. في لحظة ليزا لقات روحها بين يدين مجرم خطير برشا، سفاح وقاتل متسلسل اختصاصه قتل النساء. تو من بعد نفسر لكم علاش. روبرت لاونج سفاح نجح باش يستدرج الضحايا متاعو بطريقة مختلفة على الطريقة اللي اختطف بها ليزا. كانت هذيك أول مرة يتعرض فيها لضحية من ضحاياه بالطريقة هذيك، كانت أول وآخر مرة. على خاطر ليزا ما كانتش طفلة عادية، ما كانتش ضحية سهلة، ونجمت تنتقم منه وتوصله لحبل المشنقة. إجراءات العادة إنه السفاح روبرت لاونج يصطاد النساء عن طريق الإعلانات متاع الجرايد. لا ما يمشيش البالكم لبعيد، ما هيش إعلانات متاع زواج، كان يتبع النساء اللي يحطوا إعلانات في الجرايد على الأثاث المستعمل. سيلاونج كان يمشي للدريسة بعد ما يتأكد إنه الدار ما فيها كان الضحية متاعه، يدق الباب ويقدم روحه على أساس جاي عاين الأثاث المستعمل باش يشريه، ومن بعد يغافلها، يكتفها، يسكر لها فمها ويغتصبها، ومن بعد يقتلها. يخرج يسكر الباب وراه كأن شيئا لم يكن.
روبرت لاونج تعرف باسم سفاح إعلانات الجرايد في حارة ليزا. بظهرها الأحرف وقتها الشارع كان خالي، والسفاح كان موجود في البلاصة هذيك. أغراته ليزا، كانت بنية ترنكوشة مزيانة راكبة على البسكليت وحليلتها. وقتها شيطان وقال له ما فيها باس تزيدها للكوليكسيون اللي عندك. نرجع لكم ليزا اللي لقات روحها العينين مغمضة والفم مسكر مخطوفة وراكبة في كهربة. الخاطف فجأة قار الكهربة بعد أقل من دقيقتين. ليزا فهمت أنه تركن بيها في بلاصة خالية. هبطت تحرش بيها شوية باش يعملها نوع من الضغط. الحكاية دامت ثواني معدودة، ورجع ركب وكمل ساق بيها وقعدها كيكة في الطريق تقريبا نصف ساعة. ليزا قعدت تحسب في الوقت باش تحاول تعرف القاتل قداش بعد بيها بالضبط على البلاصة اللي خطفها منها. هيك نصف ساعة كانت كأنها دهر. في لحظة بات الحس والكرهبة حبست. لاونج هبط كركر ليزا من يديها وطلع بيها في الدروج. كان من الواضح انه هزها لدار مهجورة. غادي اغتصبها اكثر من مرة، كان حطلها العصابة على عينيها وما خليهاش تنحيها بالكل. كان خايف لا تشوف ملامح وجهه. ستة وعشرين ساعة كاملين تعدى وليزا محصورة في بيت ظلام. كل شوية يرجع لها الخاطف متاعها ويغتصبها. الستة وعشرين ساعة كانوا أسوأ ساعات في حياة ليزا. ليزا اللي فهمت إنه الخطف والاغتصاب مش أسوأ حاجة باش تصير لها، كانت حاسة إنه باش يقتلها ونهايتها باش تكون تحت التراب. السفاح كان عنده حقد مش عادي عنسى. عاش طفولة قاسية، لقى روحه طفل لقيط ملوح في الشارع، وفي الشارع شاف أنواع الذل والإهانة الكل. عانى من الاستغلال الجسدي والجنسي وعاش الاغتصاب. وقت كان يعيش في الشارع كانوا الأولاد الكبار المنحرفين والشواذ يعديوا به وقتهم ويجربوا عليه أنواع الشذوذ والعقد النفسية والجنسية الكل. طفولة لاونج القاسية هي اللي مهدت لصنع شخصية السفاح روبرت لاونج، اللي رغم هذا الكل كيف كبر حاول يكون إنسان سوي كيف اندادو، يخدم ويتعرف على المرأة ويعرس بها. أما للأسف كل مرأة كان يحاول يربط معها علاقة كانت تنفو، ومن وقتها قرر الانتقام من سال كل. التفاصيل هذوم الكل على حياة روبرت لاونج نجمت ليزا تعرفهم منه. إنعم، ليزا وقت فهمت باللي هي تورطت هدفها الوحيد كان إنها تمنع بجلدها. هذاك علاش حاولت تحكي مع المجرم وتستدرجه باش تفهم شخصيته وتعرف كيفاش تتعامل معها. ليزا كانت طفلة شخصيتها قوية، عندها دقة الملاحظة وعلى درجة عالية من الذكاء، وإنها تخمم تتحاور مع خطفها هذه كانت نقطة قوة كبيرة تتحسب لها. نقطة قوة رهوجة الخاطف اللي مش متعود يلقى روحه قدام ضحية كيف ما ليزا. في العادة النساء يدخلوا في هستيريا متاع بكاء ويقعدوا يقرقوا به باش يسيبهم، وهذا اللي ما صارش مع ليزا. ليزا اللي وصلت عرضت عليه إنهم يوليوا صحاب. قاتلوا أنا حسيت بيك وفهمتك وعذرتك. ليزا تعاملت معها بحنية عن قدو، حطته على كتفها وقاتلوا تعرف اللي أنت تشبه لي. الحنية اللي حسها السفاح لاونج هو في حضن ليزا عمره ما حس بيها في حياته مع حتى امرأة. والمفاجأة انه تفاعل مع ليزا وقالها يا اخي انا وياك فاش نتشابه بالضبط، ما تقوليش في الشكل، انت حتى وجهي ما تعرفوش من اللي ضيفتك بحذايا وانا مغمض لك عينيك. ليزا كانت ذكية ونجمت تتعامل معاه، كانت تحكي معاها بصوت هادي مبحاح فيه برشا أنوثة ورقة.
قاتلو انا زاد حياتي ما كانتش سهله كيفك، وانا متعاطفه معاك ومسامحتك. انا امي ماتت وانا صغيره، كبرت لقيت روحي نعيش مع بابا راجل كبير مريض وفقير. تلزيت نخرج للشارع ونبيع روحي باش نشري له الدواء. قاتلو الاغتصاب مش اخي بحاجه تصير لي في حياتي، وقاتلو بلي هي عاشت شعور الاغتصاب قبله هو اكثر من مره، اغتصاب بارادتها وبالاجر متاعو. وفي لحظه ليزا ولات تبكي وقاتلو انا ضحيت بروحي على خاطر بابا، وهو توا وحده في الدار مريض وتعب، كما نمشيلوش ونزيد نبط عليه ينجم يموت في اي لحظه. دموع ليزا اثروا في السفاح، حنقها وعمل لها ديكا غاسة على راسها وشعرها. وقتها ليزا فهمت انها بدات توصل للهدف متاعها. قاتلو ارحمني وارحم بابا المريض وخليني نمشي على روحي وتهنى، انا ما نجمش نضرك، انا لا شفت وجهك ولا نعرف البلاصة اللي حبسني فيها ولا حتى شيء، مستحيل نجم نخلي الشرطة توصلك ولا تشدك. السفاح ضرب بخماسه في سداسه واقتنع بكلامها، هزها وهي مغمضة عينيها كالعادة ورماها في عقاب الليل في بلاصة بعيدة. ليزا ما صدقتش روحها، نحات العصابة من فوق عينيها، وكانت هذيك المرة الأولى اللي تشوف فيها الضوء بعد 26 ساعة كاملين. ليزا مشات تجري لدارهم. ليزا أول ما دخلت لدارهم تلقى أبوها يستنى فيها، دوب ما شافها ضربها بكف وقالها وين غبرت يا هاملة، ريحتك ما فماش من أمس، رانا تفجعنا عليك. وقتها ليزا قعدت تحكي في اللي صار لها الكل وسط صدمة كبيرة من عائلتها، عائلتها اللي شكوا في روايتها وما حبوش يصدقوها، ومشى في بالهم باللي هي تكذب عليهم، على خاطر ليزا كانت طفلة شخصيتها قوية وديما تتحدى دارهم وتعمل كان اللي في راسها. ممكن من هنا جات تسمية الفيلم Believe me، ولا صدقني، خاطر ليزا قعدت تبكي وتقول لدارهم صدقوني. بالطبيعة روايتها كانت ما تدخلش للعقل، كيفاش السفاح يسخف عليها في الأخر ويسيبها من غير ما يقتلها. السؤال هذا منطقي ومعقول برشا، كيفاش سفاح كيف ملاونج يسيب الضحية متاعه؟ أما هو تأثر بحديثه معها وحركت فيه الإنسانية اللي دفنها عنده سنين وملين، وأهم نقطة إنه كان متأكد باللي هي يستحيل تنجم توصله وإلا تتعرف عليه. اللي ما كانش السفاح يعرفوا انه ليزا مكفاي ما كانتش طفلة صغيرة عادية، وحكايتها معاه ما يش بشتوفها وقت يسيبها بعد الاختطاف والاغتصاب. اللي ما كانش السفاح يعرفوا انه ليزا كانت مهفة برشا ونجمت تتعرف على ملامحه من غير ما تشوف وجهه. السفاح ما قراش حسابه انه ليزا اذكى منه، كانت في المرات اللي اغتصبها فيهم وقت اللي هو لاهي باشباع الغريزه اللي فيه هي تقعد تتحسس ملامح وجهه بيديها الزوز، ونجمت تفهم انه عنده شلاغم كبار وشعر غزير وطويل، راسه مدور برشا وبصحته وملامحه عريضه. اكثر من هكا ليزا حاولت تخلي بصماتها في تراكن البيت الكل اللي كانت محبوسه فيها، كانت وقت يحللها يديها الزوز ويقعد يعس عليها باش ما تنحيش العصابة اللي على عينيها، تستغل الفرصة وتحاول تمس الحيوط والقاع على أمل إنه حقها ما يضيعش، حتى إذا هو قتلها الشرطة تنجم تعرف إنها كانت محبوسة غادي. بعد 31 ساعة من اللي صار لها الكل، وبعد ما عدت سوايع تقنع في عائلتها بصدق روايتها، بو ليزا هزها لمركز الشرطة وغادي حكيت اللي صار لها الكل، حكيت لهم على المجرم والخاطف متاحها، أوصافه اللي نجمت تعرفهم من غير حتى ما تشوف وجهه. أكثر من هكا ليزا الطفلة الصغيرة بنت 17 سنة من وقت ما اختفها السفاح وهي عاملة كرونوماتر في مخها،
نجحت باش تحسب الوقت متاع الثنية اللي مشاها لونج بالكنبة، وقالت للشرطة انه خطفها وقت كانت في البلاصة الفلانية بالذات، وانه هزها الدار فيها دروج، بلاصة وصلولها بعد نصف ساعة من اللي ركبها في الكنبة. وقتها تم حصر مكان البحث وين بالضبط، تم تحديد اقرب نقاط تنجم تكون قريبة للبلاصة اللي تخطفت منها ليزا، بلايس تستحق نصف ساعة مشي بالكهرباء. ليزا حكيت للشرطة كل شيء عرفته على المجرم، حكيت لهم على تفاصيل طفولته القاسية، معلومات كانت مهمة بارشة بالنسبة للشرطة. وبعد 3 أيام كهو نجموا يوصلوا للمجرم، أما للأسف وقتها رصيده في جرائم القتل وصل 10 نساء. في 3 أيام هذوكم زاد قتل 2 نساء أخرين. الشرطة وصلت للدار المهجورة اللي الخاطف اغتصب فيها ليزا، وبعد الفحص والتحليل الجيني ثبتوا إنه البصمات اللي في الدار بصمات ليزا بالفعل. Bobby Joe Long, you are under arrest. تم إلقاء القبض على سفاح إعلانات الجرائد، وكان الفضل يرجع ليزا ماكفاي بنت 17 سنة، الطفلة اللي نجحت باش تغلب الخاطف والمغتصب متاعها وتوصلوا الحبل المشنقة بيديها. أكثر من هكا ليزا شدت صحيح باش تحضر في إعدام المجرم والسفاح روبرت لاونج. أكثر من هكا زادة حضرت روحها لنهار هذاك كأنها ماشية لحفل عيد ميلاد ولا عرس، لبست حطت الحطة ومكيجت وحضرت فيست بالذمة للحدث هذاك، كتبت عليها من قدام اسم المجرم ومن تالي كلمة انتهى، يعني السفاح روبرت لاونج انتهى. حكم الإعدام تنفذ في السفاح، وبالنسبة ليزا حياتها تبدلت 180 درجة، بدلت اختصاص قرايتها وولات تقرأ قانون، ومن بعد دخلت الكلية الشرطة وولات تخدم شرطية، اختصاصها القبض على أخطر المجرمين، وتحولت قصتها لمصدر إلهام البارشا ناس. ليزا اللي خرج فيلم بيليف مي باش يوثق قصتها، والتعرض أول مرة في مسرح فيلاجيو، المسرح اللي كان البلاصة اللي تم فيها إلقاء القبض على المجرم. ليزا قعدت قصتها، قصة الطفلة المخطوفة اللي قتلت خاطفها، واحدة من أهم القصص اللي تحكي على ملف قضية غريب ومش عادي. مش عادي، فقرة تحكي على وقائع وأحداث مش عادية مبنية على قصص حقيقية. كان فتاتك الفقرة هذه، نجم تتبعها على يوتيوب ديوان اف ام. مش عادي، نص لوفا جابر.